قصة غنتها عفيف اسكندر قبل أكثر من 60 سنة، وكواليسها صارت ردود أفعال مناسبة أطلقتها بعض الجهات ردا على إحالة أبو رغيف ولجنته للتقاعد ونقل ملفاتهم للقضاء بعد تقرير حكومي أثبت ابتزازهم للمعتقلين وتعذيبهم للحصول على اعترافات بعيدة عن الواقع، وبعلم وبمباركة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بعنوان طباخ السم يذوقه، لأن رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وبعد نحو 7 أشهر على تشكيل حكومته بنهاية كانون الأول من العام الماضي صادق ليلة الأربعاء على تصويتات اللجنة التحقيقية المختصة بمتابعة الشكاوى المقدمة ضد لجنة الأمر الديواني رقم 29 اللي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، والسبب اتهام رئيسها وجميع أعضائها بتعذيب المعتقلين وابتزازهم، والنتيجة إحالة 14 متهم بينهم ضباط ومنتسبين وموظفين أغلبهم من وزارة الداخلية وثلاثة بجهاز المخابرات للتقاعد، ونقل ملفهم للقضاء بمقدمتهم أبو رغيف حتى يتلقون جزاء أعمالهم. لكن التوصية بعد بها تكملة تقول أكو 5 موظفين موزعين بين وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة النزاهة المطلوب إجراء عقوبات إدارية بحقهم. صحيح محكمة الكرخ الأولى استلمت ملف اللجنة لحسم التحقيقات بطريقة قضائية تعتمد على الأدلة، ومحكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت حكم غيابي بالسجن 5 سنوات ضد المدان الهارب أحمد راضي اللي كان يشغل منصب مدير مكتب أبو رغيف، لكن أكو جهات سياسية رفعت راية الاعتراض واعتبرت إحالة رئيس اللجنة والمشاركين بها للتقاعد مكرمة وتأييد لأفعالهم، والسبب اللجنة ارتكبت عمليات ابتزاز وتعذيب للمعتقلين وصلت للاغتصاب وتهديد عوائلهم. أحد المعتقلين راحوا يم زوجته اتصلوا بتليفون أحدهم وكان أحد الآخر موجود يم هذا وقالوا له احنا يم زوجتك، والآخر هددوه بواحد جابوه وياه قالوا له اختصبك إذا ما وقعت، قالهم ورقة بيضة وقعوا أبصم زين، والآخرين قالهم لا. صارت حالة اغتصاب؟ إذا قلنا صارت حالة اغتصاب ما راح يطلع المغتصب ويقول أنا اغتصبت. أنا باعتقادي أعتقد أكو انتهاك للحريات بهذا الموضوع ولازم يدقق، لازم يا أخي ما معقول أنت تكرمه أنا بعد باشر شلون أأمن؟ يعني أحسن ما تقولها كش أكسر رجلها. هنا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم دخل على الخط بتغريدة على صفحته بتويتر تقول أبو رغيف ولجنته سيئة الصيت مارسوا جرائم شبيهة بجرائم النظام البائد، هدفه هو ابتزاز مسؤولين وموظفين لكسب الأموال، وكملها من يرفض يلقي حتفه بالتعذيب، والدليل قتل مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود واللي غطى عليها أبو رغيف بتهديد الأطباء حتى نتيجة التقرير تختصر أسباب الوفاة بوباء كورونا. هذه جزء من التعذيب. هذه الصورة أعتقد لأبو أكثم صحيح؟ عفوا هذه لو علي جار الله هذه لا. الصورة دون ذكر أسماء يعني آه. لا ما احنا السبق وعرضناها وانا عرضتها بالاسامي صراحه ما اخفي السر. نعم لكن 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 تفضلي هذه اثار لجثه قاسم محمود. شوفوا قاسم محمود منو قاسم محمود؟ المدير العام في وزاره عفوا قاسم محمود وزاره التجاره اتوقع مدير الغذائيه صحيح تمام. هذا علي اثار تعذيب سيد حمزه. نعم اي هاي الجثه اللي اليه طبعا سلموه لاهله يمكن عاش عند اهله اتوقع 2 أو 3 لا اكثر. يعني بالوجه مرايه وبالقفص اللايه، بس اذا رجعنا لارشيف لجنه ابو رغيف نسجل عمليات اعتقال كسرت حاجز المعقول وعبرت حتى افلام هوليوود، واحده منها قصه مدير المصرف الزراعي السابق عادل عطيه اللي فتحناها بحلقات سابقه، لان السيد عادل بوقتها وصلتها دعوه لاجتماع مجلس الوزراء وبعد مشاركه بالاجتماع برفقه نجله رعد و11 موظف بالمصرف مصيرهم صار مجهول، لا رجعوا لبيوتهم ولا حتى حكومه ابو هيا اصدرت موقف رسمي بمصيرهم، لكن عائله مدير المصرف تحركت على مراكز الشرطة وقدمت بلاغات بفقدانهم وتحركاتهم وصلت للمستشفيات وحتى دائرة الطب العدلي، بس وعلى طريقة الغايب عذرة وياه بعد 22 يوم وصلت أخبارهم بصور ومعلومات نشرتها صفحات على مواقع التواصل تقول مدير المصرف الزراعي ونجلة معتقلين بلجنة أبو رغيف، ومن عبرة 8 أيام على معرفة مصيرهم نجل السيد عادل غادر الاحتجاز بكفالات وضمانات قدمتها العائلة. اعتقلت مرتي أنا من لجنة أبو رغيف، اعتقلت بالمظاهرات وطلع على 26/9 ورادوني 4/11 كشاهد مطر هم رحت اثنين انا رحت برجلي ما تتوب حتى القاضي تحيه طيبه للقاضي والله ما راودني اسمه طبيت له ثاني مره قال احنا مو طلعناك شكو جيتنا ام تجينا مره ثالثه تقريبا احنا مغيبين لمده 22 يوم صارت على
عندنا شكوى حتى مركز شرطة باب معظم صارت أنه أهلنا، أنا معتقل طبعا كنت من ضمن أهلنا يعني أهلي تقدموا شكوى مركز شرطة باب معظم أنه صار لنا 22 يوم إحنا مغيبين تماما، ما يعرفون أهاليتنا عنا أي خبر. إحنا أنا يومين إحنا بايتين بمقرب الخضراء بغرفة لواء ضياء الموسوي. ليش وال بيت منو؟ غرفة لواء ضياء الموسوي، غرفة مقرب الخضراء المطلوب هسه المطلوب. نعم احنا 10 نومين بغرفة بس ميز وتخم وكرسي. وضياء الموسوي ايضا مارس تعذيب؟ انا هنا ما صار اي تعذيب، التعذيب صار بمطار بغداد الدولي. يعني اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، لكن بعض الاطراف طرحت تساؤلات تقول رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي شوكت يتحاسب، لان ابو هيا كان المسؤول الاول على تصرفات لجنة ابو رغيف وقراراتها بها موافقات من سيادته. يعني افعال لجنة ابو رغيف وعمليات التعذيب والابتزاز للمعتقلين ومساومتهم على املاكهم يراد لها ارشيف يحفظها بخانة جرائم العصر، وقرارات قضائية تنصف المظلوم وتمنع تكرار استغلال المناصب الحكومية. حتى بعدها نقعد نسمع